أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سيعقد اجتماعا في تمام الثانية من ظهر الخميس المقبل، وذلك في فرع النادي بالشيخ زايد. وأشار المدير التنفيذي إلى أن مجلس الإدارة يسعى لعقد اجتماعاته الدورية في جميع فروع النادي وليس مقر الجزيرة فقط، ليبرهن لجميع الأعضاء أن فرعي النادي بمدينة نصر والشيخ زايد يعتبران كيانا واحدا للأهلي. وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الشكر للمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على مساندته والمحافظة للنادي على مدار الفترة الماضية. وأكد الخطيب على تقديره الكامل ومجلس الإدارة لدور محافظة القاهرة ووقوفها بجانب النادي انعكاسا للعلاقات المتميزة بين الطرفين. وجاء ذلك أثناء زيارة محافظ القاهرة أمس للنادي وبصحبته رئيس حي غرب وشرق القاهرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، تلبية لدعوة الكابتن محمود الخطيب التي وجهها للمحافظ قبل أسبوعين أثناء الاجتماع الذي جرى بينهما بمقر المحافظة، ووقع الطرفان بروتوكول تعاون مثمر خلال الفترة القادمة. ونتابع في التقرير التالي أبرز ما جاء خلال الزيارة. الزيارة دي اتأخرت كتير، يعني أنا كنت عامل حسابي من أول ما مجلس الإدارة الجديد يعني تم انتخابه إن أنا أجي أبارك للنادي الأهلي، لأن طبعا النادي الأهلي يعني قيمة كبيرة في محافظة القاهرة، لكن وقتها الظروف منعت فبعت برقية تهنئة. فالنهاردة يعني كانت مناسبة طيبة إن احنا بنعمل بروتوكول للتعاون ما بين النادي الأهلي ومحافظة القاهرة، لأن النادي الأهلي حقق بصدد تطوير، هيعملوا تطوير كبير في مقر النادي هنا في الجزيرة وفرع النادي في مدينة نصر، فيمكن اتعرض علينا الإطار العام للتطوير، وإحنا شايفين أنه هو الحقيقة ممتاز جدا وهيدفع النادي للأمام دفع كويسة قوي. في نهضة بكل شيء في النادي، والنادي الأهلي يعني محتاج هذا التطوير، لأن طبعا قيمة النادي بتزيد مع السنين، فلا بد أن المقر الإداري ومقر والفرع كمان يتم تطويره بالشكل اللي احنا شفناه. البروتوكول عشان تسوية المديونية اللي كانت موجودة على النادي الأهلي احنا خدنا جزء تحت حساب، يعني لأن لسه في بعض قضايا وبعض يعني لما هتستقر الأمور تماما هيتم التسوية النهائية، لكن يعني إن شاء الله احنا بصدد مساعدة النادي الأهلي في استكمال الإجراءات المطلوبة بخصوص التراخيص والطرح اللي هيعمله وكده، فإن شاء الله احنا نأمل إن المشروع هيمشي كويس في الفترة القادمة بإذن الله. النادي الأهلي طبعا منظومة ليست رياضية فقط ولكن اجتماعية وثقافية، ممكن جدا يتعمل نشاط اجتماعي وثقافي ما بين المحافظة وما بين النادي، ممكن جدا نشاط دعائي، يعني المحافظة دايما بتعمل حملات توعية وحملات تثقيف ومهرجانات فنية وحاجات كتيرة ممكن برضو ينسق مع النادي فيها، ممكن طبعا يكون للمحافظة مساهمات داخل النادي، وأيضا الإيفنتس أو المناسبات اللي بتنظمها المحافظة في أي مناسبة تخصها ممكن طبعا النادي الأهلي يشارك فيها، ده بالتأكيد هيكون له مساهمة قوية جدا بالنسبة للمحافظة لأن النادي الأهلي اسم كبير. طبعا هذا التطوير كان النادي الأهلي في حاجة إليه من سنين طويلة، ويمكن اتأجل لظروف معينة أكثر من مرة، لكن لما نتكلم على مثلا فرع مدينة نصر في أشد الحاجة لمكان باركنج العربيات، في زحام هناك في خلف النادي وفي يعني المرور بيتوقف في أوقات كتيرة، فالتطوير اللي أنا شايفه وفي تفكير جاد في أنهم يتعمل جراج تحت الأرض وهيبقى كمان في نشاط تجاري هيفيد النادي جدا، ده هيساعد النادي الأهلي وهيساعد المنطقة كلها،
وبالإضافة لكده التطوير الداخلي اللي هيتم، زيادة المساحات بتاعة الأعضاء، زيادة حمام السباحة زي ما شفت، لا في شغل، في شغل جميل خالص. ويمكن يعني أنا مش عايز أقول كل التفاصيل لأن إن شاء الله في مؤتمر هيعمله النادي قريب وهيعرض التفاصيل كلها على الناس إن شاء الله. إحنا شكلنا لجنة في الجزيرة هنا من رئيس حي غرب، رئيس حي غرب القاهرة اللي بيقع في جغرافيا مقر النادي في الجزيرة، ولجنة أخرى في شرق مدينة نصر برئاسة رئيس حي مدينة شرق مدينة نصر عشان تسهيل الإجراءات. يعني في ناس هتبقى موجودة من النادي، وفي ناس حتى من الاستشاري اللي هو أو المقاول اللي هيشتغل، زائد بحيث إن شاء الله اللجنة على طول يطلب منهم المستندات المطلوبة أو البول وهو يشتغل على طول. إن شاء الله مش هيبقى في عطلة بإذن الله، إن شاء الله بأسرع ما يمكن إن شاء الله. أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي على أن زيارة محمد سويلة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للأهلي تعكس العلاقات الطيبة بين النادي والمديرية. وقال مرجان أن المديرية لم تتأخر عن تلبية طلبات الأهلي لتسهيل كل الإجراءات اللازمة، وذلك من خلال مشاركتها في الجوانب الإجرائية الخاصة بتطوير المنشآت والمشاريع الإنشائية المقرر إقامتها على مستوى جميع فروع النادي خلال الفترة القادمة. وأوضح أن هناك تقديرا كاملا من جانب المديرية للدور الذي يقوم به الأهلي لخدمة الرياضة المصرية. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الجابون إلى طارق قنديل عضو مجلس الإدارة خلال مباراة العودة بين الأهلي ومونانا الجابوني، والمقرر إقامتها يوم 17 من مارس المقبل بالجابون. وبدأ طارق قنديل التنسيق مع السيد عبد الحفيظ مدير الكرة لترتيب الإجراءات التنظيمية للسفر بالتعاون مع أحمد بكر سفير مصر في الجابون لتوفير كل سبل الراحة للفريق وتذليل أي صعوبات قد تواجههم هناك سواء في التنقلات أو ملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية. يجري السيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي اتصالات مكثفة مع مسؤولي السفارة المصرية بالجابون لبحث ترتيبات سفر الفريق لمواجهة مونانا الجابوني يوم 17 من مارس المقبل ضمن إياب منافسات دور 32 لدوري أبطال أفريقيا. وأكد عبد الحفيظ أن هناك تعاونا كبيرا من السفير أحمد بكر سفير مصر بالجابون لتوفير كافة الطلبات والمعلومات التي تخص الفريق الجابوني. أكد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي أهمية مباراة الداخلية والمقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز. وأوضح أيوب أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لديه هدف واضح خلال الفترة المقبلة وتحديدا من مباراتي الداخلية وإنبي لتحقيق الفوز، مؤكدا أن الجهاز الفني شدد في جلسته مع اللاعبين على ضرورة التعامل مع المباراتين على أنهما مباريات كؤوس حتى يتم حسم مسابقة الدوري الممتاز. أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جدية استعدادات وتدريبات الحراس الثلاثة بالأهلي خلال المرحلة الماضية
التي انعكست على مستوى الحارس محمد الشناوي والذي يشارك بصفة مستمرة. وتؤكد أيضا جاهزية كل من شريف إكرامي وعلي لطفي للمشاركة في المباريات في أي وقت يطلب منهما. وأكد سليمان أن الفترة المقبلة من عمر المنافسة المحلية مهمة وتتطلب المزيد من التركيز سواء للجهاز الفني واللاعبين من أجل الاستعداد بقوة للبطولة الإفريقية. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الداخلية غدا في الأسبوع 27 لبطولة الدوري. ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا الليلة بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بيك. تحياتي ليك يا آية، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. إيه كواليس التدريب النهاردة؟ بالفعل النادي الاهلي بيستأنف تدريباته استعدادا لمباراه الداخليه في جوله 27 على استاد بيترو سبورت. كالعاده بيتمنى النادي الاهلي في البدايه يكون ثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي ويقترب بخطوه بخطوه من حسم بطوله الدوري العام. لكن ابدا معاك سريعا بقائمه المباراه اللي لسه طبعا معلنه من الجهاز الفني، طبعا على راسها حسام عاشور ومحمد الشناوي ومحمد نجيب، عمرو السوليه، ايمن اشرف، اجاي، كريم ندبد، وليد ازارو ومحمد شريف واحمد فتحي، وليد سليمان، مروان محسن، محمد هاني، هشام محمد، لام محارب، كماني، وعلي لطفي، وعلي معلول، وصلاح محسن. يخرج من هذه القائمه سواء للرؤيه الفنيه لكابتن حسام البدري او للاصابات حسام غالي وشريف اكرامي وسعد سمير واحمد حمدي وباسم علي وعبد الله السعيد واحمد حمود. بدا النهارده المران كالعاده بكابتن حسام البدري بمحاضره فنيه داخل غرف قلع الملابس لوضع النقاط الاخيره في مباراة الاهلي والداخليه، نقاط القوه والضعف للفريق. وكان في تاكيد كبير من الكابتن حسام على عدم الاستهانه من النقاط او المركز اللي بيتواجد فيه كل الفرق اللي بتنافس في النادي الاهلي. النادي الاهلي هو هدفه الوحيد حصد ثلاث نقاط يقترب بشده من بطوله الدوري العام. ايضا كمان الكابتن حسام البدري كان مخصص فقره مهمه جدا النهارده لكل اللاعبين، ولكن خصص فقره لكل المهاجمين على الكرات العرضيه. كان فيها بعض التصويبات على المرمى تالق فيها بشكل كبير صلاح محسن وعمرو السوليه، وكمان لعيبه فيها تركيز كتير النهارده بشكل كتير. لكن كمان كان بيغيب عن المران المدرب العام الكابتن احمد كليب اللي ما شفناهوش النهارده على ملعب مختار التتش، استقالنا طبعا وانتظرنا من الجهاز الفني. كابتن احمد كليب كان عنده بعض الظروف الخاصه منعته للتواجد في التدريب اليوم، لكن ان شاء الله بنامل يكون متواجد غدا في مباراه الاهلي والداخليه. الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا للنادي الاهلي، ويبقى كل التوفيق غدا ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراته امام الداخليه. كريم، من متابعتك للتمرين هل ظهرت ملامح التشكيل للمباراه بكره؟ اكيد، يمكن الكابتن حسام كعادته بيحاول ان هو يخفي بعض ملامح التشكيل، لكن النهارده يمكن من خلال رؤيتنا نقدر نقول في حراسه المرمى الشناوي وخط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي ومحمد نجيب وايمن اشرف وعلي معلول، في المنتصف حسام عاشور وعمرو السوليه ووليد سليمان وجونيور اجاي وفيرو الصريح هو وليد ازارو. ممكن يكون في تغيير بسيط الدفع بصلاح محسن مكان وليد سليمان، يكون تغيير في اضيق الحدود، لكن يمكن من خلال متابعتنا نقدر نقول ان ده القوام الاساسي اللي ان شاء الله الكابتن حسام البدري يقود به غدا مباراه الاهلي والداخليه ويحقق ثلاث نقاط يقترب بيهم بشكل كبير من حصد بطوله الدوري العام للموسم الثاني على التوالي. كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى كل التوفيق للفريق بكرة في المباراة.